السلام عليكم، نكمل مع بعض الدليل الشامل والكامل للعبة Demon's Souls Remake على بلاي ستيشن 5. الآن حنعمل أخص منطقة في اللعبة اللي هي Swamp of Sorrows. بس قبل ما نعمل أو قبل ما نروح Swamp of Sorrows نبغى نروح منطقة الأنفاق، نبغى نسوي حاجتين ثلاثة كده على السريع عند الحداد، بعدين حنروح Swamp of Sorrows. طبعا الشيء هذا اللي انا حسويه مو ضروري، انا ما اخرج من العالم الممزق. طيب نبقى كمان نخرج من العالم الممزق بعد شوية. الشيء هذا طبعا اللي انا حسويه مو ضروري، ولكن يعني بما انه عندي الاشياء تبى تسويها. خلاص انا اخترت يا جماعة الخير اني حرفع الدرع الحاسم هذا بالباهتة، الاشياء الباهتة اللي حتجيني بعد كده. هذا الطريق اللي انا حمشي بيه، تبغى تمشي معايا كان بيها، ما تبغى تمشي معايا اختار الشيء اللي يناسبك. حدث السلاح، نبغى نحدث هذا المستوى 5 وخلاص كده امورنا طيبه. اوكي اوكي all done be gone. ما المفترض يكون عندي اي اشياء ابلعها، لاني كنت رفعت مستواي اصلا المره الماضيه. لكن نرفع المستوى بما اننا هذه قدها هنا. اوكي يعني حنخلص على 75 تقريبا، هو الشيء الطبيعي اللي انا دائما اخلص عليه باي حال من الاحوال. نرجع نخرج من العالم الممزق. هل تريد المغادره؟ نعم. طيب حلو، امسك لي سيف التنين لانه حيكون اقوى. اختبرته قدني. في اثنين هو في مستوى 5، سيف التنين يسوي 210 للجنود العاديين، بينما السيف المنجل يسوي 185. فاللي انت تبى تمشي به ما في مشكله. قبل ما نمشي دقيقه، نبغى نوبل لوتس، نظم مساحه التخزين، ونبغى الصولجان اللي اخذناه المره الماضيه. ايوه هذا، ونبغى النوبل لوتس لو فيه. عندي مليان نوبل لوتس. طيب احس كثير، 15 كفايه اتوقع. طيب كده امورنا طيبه، كده احنا 100%. هذا ما احتاجه، هذا برضه ما احتاجه. خلاص خليه، يمكن نستفيد منه هنا ولا هنا. هذا في منه كثير، ما احتاج هذا كله ولا هحتاج اصلا ولا واحده عشان اكون معكم صريح. لكن خلي 4 5 معنا، ما احنا خسرانين شيء. طيب يلا نمشي على اخر منطقه او اخص منطقه في اللعبه، اللي هي مستنقع الاحزان او الالام، هي سورو. اوكي سورو تيجي حزن، هي اقوى من ساد. يعني زي ما تقول ايش سورو مستنقع زي ما تقول ايش الالام القويه يعني، او الاحزان القويه. طيب انا بسوي بستغني عن خاتم الجشع لانه ما في هنا سولز كثيره لخاتم التجديد، وبستغني عن خاتم التعلق لخاتم السودن، خاتم الخمول. خاتم الخمول حيخليني اتحرك بشكل طبيعي في الحركه في المستنقع، وخاتم التجديد مع الدرع مع الصولجان حيخليني ما انقص طاقة لما انا متسمم. الثلاثة مع بعض كلهم يرجعوا لي طاقتي، حنعكس اثر السم. هتلاحظوا انه الطاقة تنزل وترجع تنزل وترجع تنزل وترجع، تمام؟ فهذا عشان كده احنا جبنا الامور دي قبل ما ندخل. طبعا حنغير وقت القتال، حنغير على سيف التنين، ووقت ما نخلص قتال ونمشي في المستنقع حنستخدم الصولجان. طيب هنا في واحد حيجي يديك بالرم حقته، دائما يحطوا لك حقين الرماح في الاماكن الضيقه حيسوي لك اوكي لسبب ما قرر انه ما يضرب. طبعا سبلجان عشان انه مستوى واحد يبغى له 500,000 ضربه لين ما يموت الواحد منهم، فخلي بالك من هذا الموضوع. هنا في اثنين من الجماعه، بعد ما تاخذ هذه نوبل لوتس، لوتس النبيل. طبعا انا لو كنت نزلت هنا كانوا حيضربوني، عشان كذا انا اتدحرجت على المنطقه هذه.
رجع للصولجان حقك. طيب لما تيجي هنا كان في ايتم، لو انت اصلا كنت ما تطول تحت وانت ماشي كنت حتشوفه، هذا هو. اوكي لما نيجي للمنطقة هذه بعدين حنعرف انه احنا خلصنا اللفة حقنا، يعني حناخد لفة احنا دحين من ال من اليمين، وبعدين حنرجع هذا كله، وبعدين حنيجي من هنا على الطريق حقت حق المدخل هناك. خليك مطالع في اليمين في مطرقة ما اعرف ايش هذه هنا موجودة، اوكي مخفية زي ما انتم شايفين، مطرقة مردان. مطرقة مردان ما فيها شيء، نفس ضربات الهيلبرت بس تسوي ضرر ضرب. طبعا انا عندي واحدة قدني جبتها من الشبح، الشبح ينزل لك هذه مطرقة مردان اذا ماني غلطان. اوكي ارسال لمساحة تخزين لانه الشيء شوية ثقيل. 3.5 ارسال لمساحة تخزين. المطارق في هذه المنطقة ترى مرة كويسة، يعني المطارق من احسن الاسلحة في اللعبة اللي تتحكم بالمجموعات. هنا في محارب خاتم تجديد تاني لو انت حابب، وبعدين في 3 محارب عريق وانت ماشي على اليمين زي ما قلنا لكم، امشك اليمين يمين 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 على اساس ما تضيع شيء. هذه محارب عريق الاولى، ودائما طالع وراك تأكد انك بطل عريق مش محارب عريق. بعدين هنا في محارب عريق تانية على اليمين، وفي محارب عريق ثالثة برضو. لا مش هنا، ما تقدر تمشي انت من هناك، هذيك بعدين حناخدها الايتم هذا. هذولي ما عليك منهم، ما عليك. هنا في هذه الخيمة في ايتم لو تبغى تيجي تشيله، بعدين حناخذ الايتمات اللي في النص احنا في طريق الرجعة، ولما ناخذ الايتمات اللي في اليسار. دحين خليك مركز في اليمين عشان ما نضيع ولا حاجة. اوكي اوكي طيب هذه الهضبة هنا في هذا العملاق. طبعا العملاق هذا مشكلة لو انت ما تقدر تعمل الرول حقك، لكن دحين بما انه عندنا الخاتم هذا حقة الخمول نقدر نعمل رول عادي. تمام هذا العملاق ما راح يكون مشكلة لو ما في الخاتم حق الخمول هذا، واصحابه في الناحية الثانية، فممكن انت تسحبه عليك بسهم بحيث انك تضاربه من غير اصحابه. حول على سيف التنين وجهز للمعركة. بسيط هو، ما في له شيء صعب طول ما تقدر تعمل رول، والمنطقة كبيرة وامورك مرة طيب. منطقة نجم الصباح وعندنا ستامنا مليان، نقدر نعمل 500,000 سوينج بحقنا في ايتمين هنا بحقنا ايش يسموه ده بحقنا ايش اسمه ده السيف. اي روح بطل مجهول النون وارير سول، حاطين لك اياها كانها فخاخ هنا، ايتمين غبية على اساس ايش يبوك توقف وتتضارب. بعدين من هنا المدخل بس ما حندخله دحين، حنكمل نجيب الاشياء اللي على اليمين. المفترض انه عاد عندنا واحدة محارب عريق وواحدة دموي سكر ستون، او ماني متأكد اذا في اوكي حجر دموي كبير. اوكي هذه المحارب الكبير العريق هنا هاي، لا حجر دموي نقي. ايش في كأني فوت واحدة من حقة المحارب. يا جماعة الخير جبت 2 ولا جبت 3؟ طيب ما في اشكالية لو فوتنا حاجة حنعرف. طيب دحين هذا صاحبنا ممكن نتقاتل معه، ومش بنتقاتل معه حنتقاتل معه. طبعا راوغ من الضرر اللي يسويه مرة كبير لو سوى لك زي ما انتم شايفين، الضرر اللي يسويه مو طبيعي مع الميت كليبر السلاح الخاص اللي يسوي السكيلينج حقه يسمع كل حاجة. انا ححاول اخليه يضربني بحيث القتال. طبعا ده مرة اسهل لما يكون معك الخاتم مقارنة من لما ما يكون معك الخاتم. خلاص قتلنا، هذه فائدة السمنة الكثير. عنده حجر باهت 3 وخلاص نكمل شوفوا نبغى ناخذها دحين ايش؟ نبغى ناخذ الايتمات اللي في اللي من اليسار اول شيء من هنا، بعدين حنروح من يسار لليمين. ها يا رجل يا صاحبي صديقي، طبعا السم ينقص مقدار الكفاءة حق الطاقة اللي انت تاخذها بالنص.
بدل ما الشيء يعطيك مثلا 50 طاقة أو 100 طاقة حيعطيك 50 طاقة. طيب اوكي انا حخلي بالي من السوق من الايتم حق المحارب العريق اذا ماني غلطان جبته، لاني انا ماني شايف حاجة. اوكي طيب في هنا حناخذ هذا الايتم اللي في اقصى اليمين، هذا السيف المكسور. في الصمغ، اخذت الصمغ قدني ولا لسه؟ في 6 حبات صمغ، هذا 11 حبة هلال. وفي طبعا ايتمات على اليمين هناك، فخلونا ناخذ احنا واحنا ماشيين كده حنطالع يمين عشان نشوف الايتمات اللي على اليمين اخذناها ولا ما اخذناها. اوكي قطعت حجر دموي وخلصنا الاشياء اللي كانت كلها هنا منورة اخذناها، والايتم اللي في الخيمة هناك برضو اخذناه، والايتم اللي في الهضبة اخذناه. ودحين بس عشان نتأكد انا حمشي حرجع لل حاخد زي ما تقول ايش، حاخد لفة في اليمين كله او في اليسار كله عشان نتأكد انه ما ضيعنا حاجة، لانه انا متأكد انه في حاجات في اليسار، او على الاقل في ايتم واحد في اليسار. اذا ما هي حاجات في ايتم واحد في اليسار، خصوصا في البداية هناك مكان ال هذه. اوكي خليك ماشي على اليسار، ما في شيء هنا. اوكي طبعا من حسن حظنا ان احنا سريعين، فهذا شيء مرة طيب. طيب بما اننا ما احنا متسممين دحين، خليني اخذ طاقة. ايش هذا؟ فين الايتمات اللي كانت على اليسار؟ قدني وصلت عند الحيطة. طيب يمكن انا بالغلط كنت محسب انه في شيء على اليسار، هو فعليا ما في. طيب خلاص رجعنا احنا في اليمين. نكمل. ما نعرف ليش حاسس نسيت حاجة. خلونا بس نتأكد دقيقة. طيب اخوان ما فوتنا حاجة. ايوه شوف العريق اخذنا 3، حسب اني انا اخذت 2، انا اخذت فعلا 3، ما فوتنا حاجة. والبلاك باين ريزن المفترض اهو اخذته وانا ما انتبه، عشان كده انا حاسس كنت اني مفوت شيء وانا ما فوت شيء فعليا. طيب نكمل. طبعا هذولي ما لا تقلق منهم طول ما عندك انت ايش، طول ما عندك ذا اللي يخليك تجري وخلاص. حتى وانت متسمم برضو ما عندك اشكالية. وانت هنا نمشي على المنطقة اللي بعدها، اخذنا المطرقة واخذنا السلاح الثاني واخذنا السيف المكسور. اخذنا السيف المكسور. خلاص كل حاجة موجودة. طيب هنا طلع السهم حقتك وانتبه تطيح. طيب في اشياء كده تبي تصيدهم ذول من بعيد، وهذا كمان لو تصيدهم مع ابو رمح ذا مشكلة. اوكي وانتبه على خطواتك، ما تبي تطيح. في ايتمين هنا بنجيبهم بعدين، في ايتمين هنا في المنطقة هذيك كمان نبي نروح ناخذهم. طبعا ايتمين هذيك ما لها داعي، اعشاب و اوكي اعشاب كويسة صح، احسن نوع اعشاب، بس اعشاب وخاتم اللص. ليش خاتم اللص فيه منه 2 لا تسألني، مع انه يعني تجيبه انت في المرحلة الاولى. يعني يقول لي خاتم التجديد ممكن قال لهم عقلهم اذا لعب هو المنطقة دي اول يصير عنده خاتم تجديد، بس خاتم اللص ايوه. طيب يا ابني اطلق. اوكي ام 400 مدري كم عشان قتلنا الحشره دي. طيب انا حشفي نفسي حشيل السم من علي. في صوت 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 حشيل السم من علي. نوبل لوتس. اوكي وحشغل الاعشاب مرتين. حلوين مية مية. في ايتمين، هذا التعب كله عشان ايتمين، وايتمين ما لها داعي بعدين. يعني ايتمين فعليا ما لها داعي، بس انك تبى
تتوخى الحذر وانت ماشي في هذا القوس، وانت ماشي في هذا القوس وانت ماشي في هذا الطريق. كان لازم اطلع اجيب الاسهم الروحيه اللي كانت. اوكي مشيها. مشيها. طيب هذا واحد من هذا واحد من هذا واحد من الايتمات، ما عرفت فيه في كانه صوت وراي. واحد من الايتمات وفي ايتم تاني فوق، لانه لو ما اخذتهم كذا بالسهم والقوس حيسببوا لك مشكله. ايش هذا؟ انا اخذت الايتم الثاني ولا المفترض في ايتمين هنا فوق؟ اخذته شكله. اول لما تنزل هو الايتم الثاني موجود، افتكر انه كان في ايتمين يا اخوان. طيب انا ما ادري ايش بيمضيع. ايوه هو بس هذا الايتم الثاني. طيب صمغ اسود صنوبر، عندنا 8 دحين صار. اوكي نرجع ناخذ الايتمات دي. اشب مظلم، وفي هناك ورا خاتم اللص. خلاص حنروح على المكان المنطقة اللي بعدها، غير الصويجان حقك. اوكي مشي الحال. قطع حجر نخاع، بون مارو اش. لا بون مارو اش هذا في بلود بون. ايش يسوي بون مارو اش هذا؟ كان في بلود بون يعمل ايش؟ ايوه كان يزود ال اوي. طيب احنا حنسحب على هذول، والايتم ذاك اللي هناك برضه حنجيبه بعدين، ما حنجيبه دحين. اوكي يعني حننزل بعدين ناخذ ده، وحننزل ناخذ ده، ونجي ناخذ السيف. الحين في اللحظة هذه نبى نشفي نفسنا من السم، ونبى نعبي شوية طاقة على اساس ايش في العملاقين دولي اللي حيجونا دحين، نبى نتعامل معاهم. اوكي اسحب واحد منهم، لا تسحبهم اثنينهم مع بعض، اسحب واحد منهم. احس اني حسابهم اثنينهم، ماني عارف ليش. ايوه جا صاحبنا. صاحبنا الثاني جاء ولا ما جاء؟ طيب صاحبنا الثاني ما جاء، ممتاز. طالما الخاتم معك، ما عندك مشكلة. هو انت محتاج تنقص شوية طاقته بالسهم، راوغ ومن وراء ابدأ يعني بالستمنة وبالخاتم اللي عندك، ما حيكون في اي اشكالية. هنا ترى مع صاحبه هذا ممكن تقتله من بعيد كده. هذا يطلع الباهته، ترى اللي زي كده يطلع الباهته. المفترض لو اضربه في وجهه ينقص اكثر، بس هو ما ينقص اكثر. يا عمي وش دوبك؟ ايش يسوي ذا؟ ما عنده التراكنج حقه مو كويس، ف ما حيسبب لك مشاكل. هذا سيف التنين مره معلم يعني صراحه، من في التختيمه الاولى اختيار جدا جدا موفق. توابل عتيقة، ما طلع الحجر الباهت على الحظ، طلع توابل عتيقة. حنمشي للمنطقة هذه بعدين، لكن دحين نبنجيب السورز، الهولي سورز اوف مون لايت، اللي هو الليدويد هولي بليد. طبعا هذا موجود في كل الالعاب حسب مفتهم لي. اصرف يا عمي، اصرف الاسهم. غير الصولجان، اول ما تشوف السم غير الصولجان. بون مارو اش زي ما اتفقنا، الحجر الباهت مهم للي بيسوي بناء يعتمد على الايمان.
تفرمه من ال خلاص ما اننا هنا. طيب لح اوكي شيل، خلي درعك مرفوع دائما وبالار 2 واخذه وحدك، وحيموتوا هم بيحام الاحوال، وانتبه للطيح، ما حيحصل شيء لو طحت، بس انه انا اتنفس صراحه لما اضطر اسوي شيء مرتين، ما حيحصل حاجه لو طحت. نطلع مره ثانيه. ايه اوكي اوكي طيب لما تيجي هنا، لما تيجي هنا في اثنين حتقتلهم بسيفك او صيدهم ب او صيدهم بالقوس. هذا اللي تحت صيده بالقوس ضروري، لانه ممكن يدفك، عارف ال ال واستناه لين ما يموت، لانه ممكن يدفك وينزلك في ال ينزلك في في الحفره دي، وهذه الحفره يعني موت من فوق هنا. اوكي فخلي في بالك هذا الشيء، الدحرج احتياطا، عندك روح بطل اسطوري، بعدين يمديك تيجي هنا وتشتغل. أربعة خمسة ستة سبعة، سبعة ضربات. هننزل من هنا عشان ناخذ الايتم اللي تكلمنا عليه قبل شوي، بعدين حندحرج تحت عشان ناخذ الايتم الثاني اللي تكلمنا عليه برضو قبل شوي. اوكي خلي الصويجان حقك معك، ما حنحتاج نقتل احد، على طول حناخذ السيف وحنسحب من عند هذول الجماعه. اوكي طيب هذا كان بيرفكتو. يمديك طبعا لو عندك ال 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 الميركل حقت ملك التنانين اللي تجيبها بالسول كور حقت ملك التنانين، ممكن تستخدمها عشان تنظف المنطقة هذيك، بس ما في داعي يعني. ما حسب ايش هذا، حسبت واحد من حسبت واحد وحش عشان نسوي. طيب نتكلم شوية على الدراجون، على السورد اوف مون لايت، بما انه المنطقة فاضية. السورد طيب زي ما انتم شايفين اس في الايمان، ويبغى لك 24، بس ما يسوي الا ضرر ماجيك، وما يقدر عشان السيف مكون من النور. هذا اللي يعني هذا اللي انتم شايفينه مش حديد، هذا نور يعني او 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 او, أو سحر او ماجيك. ما يقدر ما تقدر تصد الضربه حقه، تخترق الضربات الدروع. ففي البي في بي مره معلم هذا السيف، مره معلم فوق ما تصور معلم. طيب ممكن نسحب على كل شيء هنا ونروح نفتح الطريق المختصر، وبعدين نرجع نسوي من ورا، او ممكن نسويها شويه شويه هنا في التاجره لو تبي تشتري شيء. انا ما احتاج اشتري شيء، عندي 8 من الصمغ القوي هذاك. حنلقط الاشياء يعني، ما عندي طريقه معينه لقط بيها الاشياء، حلقط وانا ماشي عشان اكون معكم صريح. دائما دائما دراعك مرفوع، لانه هذه الضربه لو جت فيك نص طاقتك بتروح. دائما درعك مرفوع. نرجع ونقول دائما درعك مرفوع، دائما درعك مرفوع. ترى دي المنطقة لو قررت انك تلعبها زي كده وتقتلهم كلهم وتاخذ كل الاشياء، منطقة جدا خطيرة. طيب اخوان اضطرينا نوقف التسجيل نظرا لظروف خارجة عن ارادتنا. ايش كنا نسوي؟ واضح اننا كنا نبي نشفي نفسنا على اساس ناخذ طاقة كاملة لما نشفي نفسنا. اوكي اوكي هنا في ايتم، زي ما كنا نقول ما في طريقة معينة ناخذ بها الايتمات، فاحنا حنمشي واللي نشوفه قدامنا حناخذه، وان شاء الله اننا حناخذ كل حاجة، يعني ما في شيء مخفي قد ما انه هو مبعثر اكثر ما انه مخفي. اوكي اوكي هذا طبعا طريقة تاخذه كده. بعدين عندك هنا لوتس الارملة، بعدين عندك هنا ها في شيء. طيب هذولي طبعا ممكن هذا اللي يطلع زي ما قلنا اول، يطلع الروح الباهتة.
لا لا لا، اديني اديني ده وده. خلصنا الاسهم حقنا في ال يا رجل. اوه اسهم الماجيك هنا شغالة والله، ما بها شي. طيب كان لازم نجيب اسهم الماجيك كلها اللي عندنا برا. السهم المتعفن. اوكي طيب الحين بنرجع، حنرجع طبعا من هنا. لا 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 لا، قليل ادب، دائما الدرع مرفوع زي ما اتفقنا، عشان الطق طق 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 حقهم دي لما تنقص 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 كثير. نرجع بما اننا ما احنا في الوحل. خاتم التعلق، تعلق تعلق تعلق. اين انت اين انت اين انت؟ تعلق بسرعه 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 بسرعه. اي اها ها. طيب شايفين لما تيجي فيك تنقص، لما تيجي فيك تنقص. لوتس النبيل، انه اللوتس حق النبيل. طيب هذا ابو خنجر مزعج. مين في تاني؟ خلي بالك، انتبه. الايتمين دي اللي تحت حتكون نيو مون جراس اللي هو. لا يعني حتى ضربة الوخز ما اخترقت ال. يا شيخ ضيعتوا لنا اسهم كذا على الفاضي. هذا ما اتوقع اني اقدر اصيبه باي اسهم في الحياه. فخلونا نكمل. في ايتمات هناك. طيب لو تبي تختصر هذا الموضوع كله على نفسك يمديك تيجي تطلع من هنا ترى، خلوا في بالكم هذا الشيء. اوكي طيب حنطلع ناخذ الايتم هذا الحين بعد شويه، بس انه ايش توخى الحذر، صعب انك تحفظ اماكنهم كلهم. في في ايتمات تحت حناخذها بعدين. انتبه من ذا ابو سم، حيسوي سحابه سميه سممنا زي ما انتم شايفين. اما كذا على طول لا تلعب، لا تلعب في موضوع ال. شوفوا طلع لنا حجر باهت، فاللي حابب يفرم باهت يفرمهم من هذول اللي يسووا الاحجار السميه دي او او الضربات السميه. طيب نروح ناخذ الايتمات اللي هناك. طبعا قربنا من الوحش، احنا حنروح نفتح الطريق المختصر قبل ما نمشي عند الوحش، وحننزل ناخذ الثلاثه ايتمات اللي هي الثلاثة ايتمات اللي هي الاحجار الزرقاء اللي تحت اللي هذا السيف طبعا يطلع لك اياه المحاربين حقين ال. ايش في هنا؟ حجر باهت وتوابل معدقة. طيب ما في شيء هنا اذا ماني غلطان، ما احتاج انزل هنا. نرجع المنطقة، اهم شيء اخذنا كل شيء. اوكي ما في شيء باين. طيب يلا نرجع المنطقة الثانية. طبعا طريق الوحش من هنا، من هنا هذاك الوحش، بس احنا ما حنروح عند الوحش، حنروح نفتح الطريق المختصر. اما طيب اوكي طلع شيء؟ لا ما طلع شيء. حنروح زي ما قلنا نفتح الطريق المختصر هذاك هناك، تجيبه بعدين انت في الطريق المختصر. وحننزل نقاتل الثلاثة اللي هم مسيطرين على الدنيا هنا. طيب قبل ما انسى، عشان ما انسى بما اني شفته،
مع انه بما اني شفته دائما في واحد حلو عرفت انه في اليسار من الصوت من اليسار عرفت من الصوت عرفت انه في اليسار كان مره حلو هذا اللي حصل. وايرلس كنترولر ليفل از لو. طيب لما يقول لك البلاي ستيشن 5 وايرلس كنترولر ليفل از لو ما ينفع تستهبل وما تشبك ال وما تشبك ايش يسموه ده السلك. لانه لاحظت انا انه لما يقول المستوى واطي على طول تطفي بعدها بشويه مو زي البلايستيشن 4. بلايستيشن 4 يقول لك واطي وتقعد كانت تقعد فتره لا باس بها يعني وانت تلعبها وما في اشكاليه. اوكي طيب زي ما قلنا في ايتمين تحت ما حناخذها دحين حنروح نفتح الطريق المختصر. ليش ماني قادر افتح طريق المختصر؟ مش هو مش من هنا طريق المختصر يتهيألي. اوكي اوكي من هنا لا مش من هنا دقيقة يا اخوان اظني انا ملخبط طريق المختصر من هنا. طيب حنمشي دحين في هذا الطريق كده وحقك اللي يسموه ده شايله لازم ما حننزل ناخذ هذا دحين لانه انا حيكون جنان لو نزلت اخذه في هذه اللحظة حكون جدا مجنون يعني يعتبر. زي ما قلنا حنفتح الطريق المختصر شوي شوي تمام. خلي في بالك انه لا لا ايه في اسهم خفيفة مليان. خلي في بالك انه في مليانين من ذولي اللي يعني في الطريق ده كله حتستخدم القوس والسهم احتياطا عشان ما حد يقتلك او ما حد يطيحك لانك لو طحت حتضرب مشوار طويل لين ما ترجع المكان هذا اللي انت فيه دحين. خلي في بالك هذا الشيء اوكي. والحشرات دي يعطوك سولز مره كتير يعني سولز مره. القطعه الكريستالي السحليه الكريستاليه اللي حنشوفها بعد شويه حسحب عليها انا لانه انا اهم عندي اني افتح الطريق المختصر من اني اخذ سحليه بعدين اقدر افرمها على راحتي لو ابى ارفع الحجر لو ابى ارفع حقي الصولجان او حقي السلاح لمستوى 5. بس انا ما عندي خطه اني اسوي هذا الشيء لانه ما احتاج حاليا. بس انا انصح انكم تفرموها عشان لو قررتوا. لكن لو انك انت ماشي معايا انت اكيد ما حتسوي بناء ايمان حتكمل على بناء القوه. يا رجل هذا ليش ما نقصني حاجه غريبة يعني. اختراق زي ما هو درجة 90% ما ارتفع شيء. طيب اللي بعده شوي شوي حبة حبة ما في مشكلة. خذ وقتك خذ كامل وقتك بس لا تطيح ولا تموت. هذاك اللي جنبها اوكي قد وجه هنا حجر باهت كبير ما في نقي ما في اشكالية. محارب اسطوري نبغى واحد نقي. ايه فتحنا طريق المختصر الحين نقدر نجي نرجع مكان اللي كنا فيه طبعا ونطيح ناخذ الايتم هذاك اللي ما اخذناه ونقتل الثلاثه هذوليك اللي ما قتلناهم. طبعا الثلاثه حنقتلهم اول ححاول انا القطهم بال نرجع خاتم الخمول يا جماعه الخير نشيل خاتم التجديد لفتره بسيطه ونرجع خاتم الخمول. اوكي اوكي ثلاثة طبعا اتكلم عليهم اللي هم هنا. واو 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 دون دو ذات. اوكي من هنا مسافة كويسة ما عندي اسهم كثيرة فلازم اخلي الاسهم حقي تنحسب. يا رجل طيب حلو اوكي. طبعا هم قاعدين يبعدوا انت لما يبعدوا ايش تقدر تعمل؟ تقدر تنزل وتاخذ تاخذ الحاجات حبه حبه. لا 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 طبعا اللي شاف التختيم يعرف اني انا تعقدت في هذا المكان وما خلصته يا رجل. طيب الا بصعوبه لو اخذت منهم واحد بس
كفاية خليه يرجع. ممكن يشغل خاتم اللص بدل خاتم الخمول. احتياطا لازم اقل لي شيء تقتل واحد وانت فوق احتياطا. واي طاقة تقدر تاخذها منهم يعني مش خسارة. وكل ما بعدوا طبعا كل ما كان افضل. وهم ما حيبعدوا كثير، حيرجعوا مكانهم بعد شوية. هذا اللي اوكي، هذا اذا ماني غلطان اللي نقصته مرة كثير. اعطيه واحدة كده، حلو قتلنا. دحين اقدر انزل وانا شبه مطمن يعني. اوكي حيجوا دحين متحمسين. في ترى في عدد اكتر مما انت متوقع منه. عندك واحد شوف التنقيص، شوف التنقيص، شوف التنقيص. ايه انت محسب انه في ثلاثة هم اربعة. طيب حلو اوكي، ممكن ناخذ الثاني وممكن ناخذ الثالثة. خلاص مش لازم تقتلهم، مش لازم تقتلهم زي ما كنا نقول. هذا ايش؟ واو. طيب هذا نزل واحد من ال من ال من الطائرين اللي احنا قتلناهم. دحين خلاص ارجع عن مكان ما جيت. ونسينا طبعا الايتم ما اخذناه، بنروح ناخذ الايتم اللي اخذناه من تحت. فين المخرج او المطلع بمعنى صح؟ عمي سيبني. اوي ايش تبغى؟ خلاص راحوا. طيب ايش هذا الايتم هنا؟ في ايتم ورا، في ايتمين ورا. اوكي طيب اوكي طيب نروح نشوف الايتمات هذه اللي كانت. اوكي هذه يمكن ناس انا قتلتهم، هذه طلعوها ناس انا قتلتهم والله اعلم. اي اذا ماني غلطان ايوه بالضبط، لا مش ناس انا قتلتهم، ايتمات انا سحبت عليها. قطعة حجر باهتة وايتمين مهمة والله. هذا اتوقع يمكن من واحد انا قتلته. طيب حناخذ الايتم ذا او الايتمين ذي اللي احنا قلنا انه حناخذها اول، اللي هي حجر الدارك مون او شيء زي كده، عشب القمر المظلم. نعم وهنا عشب قمر مظلم تاني. وخلاص حنروح المكان التاني وحنطلع. بس باقي الايتم هذاك الايتم اللي في النزلة هذيك ما اخدته، كان لازم اخده بس انا استعجلت واحنا ماشيين. لو تفتكروا في طريقنا كان في ايتم ما اخذناه، نبي نروح ناخذه. خلاص بعد كده نروح عند الوحش، وحش بسيط يعني، على قد ما منطقته صعب على قد ما هو سهل. سهل سهل يعني، ما يعني الوحوش دي اللعبه اصلا هي سهله باي حمل حول، بس هذا الوحش بالذات يعني حتى بعض الضربات حقه ما تجي فيك يعني، فاهم؟ انت تباها تجي فيك هي ما تجي فيك. هذا ايش عمي انت فين جيتني؟ انا كيف صارت طاقتي كذا؟ انا ما انتبه. زي ما انتم شايفين هنا في الشامن سيت. اوكي ودينا ال اوكي يا اخوان، اتوقع بكده مستنقع الالام خلص وكان ناجح، تسجيل ناجح اللي احنا سجلناه. فنبغى نرجع، ما نرجع عند الوحش. خلاص ما في الا اني انزل من هنا. اذا فوتنا حاجة انا زي ما قلت في بداية الفيديو، اذا ممكن افوت شيء في مرحلة فهي هذه المرحلة. بس اتوقع ان شاء الله اني انا ما فوت حاجة. نقول ان شاء الله. ممكن اخذ لنا كده طلة سريعة نشوف حاجة هنا محتاجة اي شيء. بالفوتو مود ما في حاجة زي ما انتم شايفين. عموما ما علينا، لما تطلع من هنا طبعا تبى تجي من هنا، بعدين تبى تجي من هنا.
بعدين تبى تيجي من هنا، بعدين تبى تيجي من ورا كده، بعدين تبى تيجي من هنا، وانت عند الوحيد لك. طبعا هنا اول كان الايتم هذا اللي اخذناه في هذا المكان، وهنا في الوحش انمي ديس بوس فايتو. طيب خلينا بالنسبة للبوس، طبعا كالعادة هندخل بالسلاح حقنا القوي ده، وحنستخدم الصمغ القوي برضو. فينك يا صمغ يا قوي؟ صمغ صنوبر اسود. طيب بما انه الرحلة للبوس هذا شوية طويلة، ممكن نستخدم الصمغ لانه الصمغ يخلص بسرعة. هذا ايوي، هذا ايوي، هذا ايوي، ايوي اللي هو اول اوت اتاك. اوكي كمان واحدة، كمان حبة، كمان خلصنا على البوس. يعني مو على قد التعب اللي ما توصل له، عارفين، بس في نيو جيم بلس حيكون اصعب. يعني في نيو جيم بلس يضربوا اسرع ويتحركوا اسرع الى حد ما. افضل اللعبة في نيو جيم بلس او الوحوش، يعني العنكبوت في نيو جيم بلس وحش، القرد في نيو جيم بلس وحش، الفالانكس حتى في النيو جيم بلس الى حد ما وحش. هنا عندنا في ايتم برضو في السموده، وخلاص سلامتكم. بكده احنا نختم المستنقعات. الفيديو الجاي ان شاء الله حنسوي ميدين استريا، بس طبعا ما حجيب، يعني انا يا اجيب التروفي يا اجيب الدرع حقت جارل فينلاند. فانا حلعب بحيث اني ايش اوريكم كيف تجيبوا التروفي مش الدرع حقت جارل فينلاند. اوكي، لانه في تروفي برضو للميدن استريا زي بعض الوحوش التانيين، زي تاور نايت وزي السوالو تيل وزي الاشياء هذه. طيب روح الشيطان المتآكلة، يلا يصير نرجع للمركز. وانا انهي هنا يا جماعة الخير، لا تنسونا من لايك وشير وسبسكرايب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى الدليل يكون عجبكم. هذه مرحلة بالذات تعبتني الين ما انا ادركت مداخلها ومخارجها والايتمات حقها، وان شاء الله انها تكون افادتكم. طيب يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.